بدأت منظمة أيباك التي تمثل اللوبي اليهودي الإسرائيلي مؤتمرها السنوي بمشاركة العديد من الشخصيات السياسية الإسرائيلية والأمريكية الموالية لإسرائيل. ويأتي انعقاد مؤتمر أيباك في وقت أعلنت نيابة العامة بولاية فرجينيا الأمريكية إسقاط التهم الموجهة إلى اثنين من كبار مسؤولي أيباك المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل. التفاصيل مع منى الشقاقي من واشنطن. علاقات لها أهميتها، عنوان هذا العام لمؤتمر أيباك اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن ومن أقوى جماعة الضغط بلا منازع. افتتح المؤتمر على أخبار سارة للمشاركين، فقد تم إسقاط جميع التهم الموجهة ضد العضوين السابقين اللذين كانا متهمين بالتجسس لإسرائيل بواسطة تمرير أسرار حكومية من مسؤولين أمريكيين. وزارة العدل فضلت إسقاط التهم لصعوبة إثباتها أن الشخصين كانا يهدفان إلى الإضرار بأمن الولايات المتحدة ولأن المتهمين ليسا موظفين حكوميين. كذلك التركيز الإعلامي الذي انصب سابقا على مكالمات مسجلة لعضو الكونغرس جين هارمان وهي تعد بالتدخل للتخفيف في التهم الموجهة ضد المتهمين السابقين، تحول هذا التركيز الآن إلى غضب واستياء هارمان لتسجيل FBI لمكالماتها كما قالت أثناء حديثها أمام أيباك. القضية باتت تخيف أعضاء الكونغرس الذين يهتمون بعلاقة إسرائيل وأمريكا الأمنية والذين لديهم الحق في الحديث عن هذه العلاقة مع جماعات الضغط. لكن ليست جميع الأخبار جيدة للمشاركين هذا العام، فالمؤتمر الذي يحضره على الأقل 6000 عضو كل عام يركز الآن بشكل أساس على إيران، وبوجود إدارة جديدة في البيت الأبيض فالخوف كما يقول الكثير من المتحدثين هنا هو أن تصبح القضية الإيرانية مصدر أكبر خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الأعوام 61 الماضية. أنا قلقة بعض الشيء لكون الإدارة الأمريكية تمد يدها لدول ليست صديقة لإسرائيل، ربما هذا سعيا للسلام ولكن هناك حدود. الولايات المتحدة تحاور وتفاوض بينما إيران تبني السلاح النووي، وعندما تحصل عليه ستكف الحوار. إحدى القضايا التي يسعى اللوبي لإنجازها هي إقناع الكونغرس بتشريع قانون يحد من واردات إيران من البترول المكرر. ستتاح لأيباك الفرصة للضغط على المشرعين يوم الثلاثاء عندما يلتقي عدد كبير من المشاركين مع أعضاء الكونغرس. منى الشقاقي، العربية، واشنطن.